بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق قناة الرافدين، أبارك لهذه القناة الوطنية الشريفة كل إبداعاتها، وأدعو الله عز وجل لها مزيد من التقدم ولكل كادرها والعاملين فيها الرقي والازدهار، وبارك الله بكل جهودكم الطيبة وإلى أمام، ووفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.